في الجولة الثامنة من الدوري السوري تفوق أهلي حلب على الجيش بنتيجة 2-1 وتعادل الوحدة مع تشرين بدون أهداف. حطين تلقى الخسارة الثانية أمام الطليعة بنتيجة 2-1. جبلة تفوق على الحرية بنتيجة 3-0 والكرامة على الساحل 1-0. أما الفتوة المتصدر فاز على الوثبة 2-1. خليكم معانا للأخير واشتركوا بالقناة ونحكي أكثر عن تفاصيل هاي الجولة. أصبح ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة 8 كالتالي: تصدر الفتوة ب20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن جبلة الثاني وحطين الثالث. الحرية مذيل الترتيب بدون أي نقاط حتى الآن وبدون أي فوز، أما الوحدة أمامه مباشرة ب7 نقاط. الشيء المشترك بين المباريات هو أرضية الملعب بصراحة، شيء يرفع الرأس، تلوث بصري حقيقي، حركة الكرة تصير غير متوقعة وتأثر على حركة اللاعبين وتزيد من إصاباتهم طبعا. الشيء الثاني مستوى الفرق كله قريب من بعض، ما في فنيات أو خطط أو تكتيك اللي تميز فريق عن آخر. ممكن فقط نستثني ولو بشكل بسيط الطليعة والوثبة وتشرين وأفضلهم الفتوة بكل أمانة. ثالثا يظل الفتوة هو الفريق الوحيد اللي لم يتلقى أي خسارة حتى الآن ويملك لاعبين مميزين تعطيه الأفضلية بالمباريات عن باقي الفرق، مع أنه عندي ملاحظات كثيرة على أداء الحكيم. الجدل التحكيمي مستمر ولن ينتهي، كل الجمهور السوري غير راضي عن أداء الحكام ولا عن أداء الاتحاد الرياضي. حطين استغنى عن مدربه بعد الخسارة الثانية والقادم لن يكون أوفر حظا. هذا مستوى الفريق وهذا مستوى الدوري، حتى لو أجا غوارديولا ما حيطلع من حطين أفضل مما كان. أخيرا الجمهور السوري عاشق لكرة القدم وأحلى شيء هو الجمهور، وما تبقى عم يكون تحصيل حاصل. يا ريت القائمين على الرياضة ينتبهوا أن لو ما جمهور ما في رياضة أساسا ولا هم موجودين. أتمنى تدعموا القناة بالاشتراك واللايك، اكتبوا لي بالتعليقات ما هي الأفكار المهمة لتطوير الرياضة وكرة القدم تحديدا في سوريا. ألقاكم على خير.